هلا السجق عنده شغله كبيره. السجق عنده قصه وحكايه. بالنسبه للسجق هذا يعد افضل مكان. سجق قديه بتحب السجق؟ كثير. طيبه عند راسين؟ ايه. اسس من 1979. نظافة اللحمة ونظافة السجق شغلات. والله من فترة طويلة تقريبا 20 سنة. والله بميزه نظافته ولقمته طيبة يعني. من 1979 محل بالسجق وبالبسطرمة وراس نعناع ونخاعات لسانات لحم عجل ممتاز. أنا جاي مسيف الدولة والله. هذا المحل بالنسبة له أفضل محل أنا بعتبره بحلب، بالنسبة لي هذا رأي شخصي يعني ما هو أكثر من هيك. أكله جدا طيب ونظيف يعني بنفس الآن. وهذا أكثر شيء بقدر بقول لك إياه، بقول لك إنه أفضل محل بحلب أنا برأيي الشخصي. غير هيك؟ إيه من زمان بجي لهون. من زمان كثير بجي. قديم هو المحل وبيضلوا بيحافظوا على نظافة أكلهم وبيضلوا بيحافظوا على الطعمة تبعتهم. شيء حلو يعني مرتب. يعني هو صاير من معالم البلد يعني، ومختص بصنف معين الناس بتحبه كتير، وما شاء الله يعني لهلأ بعد فترة طويلة لسه محافظ. إقبال جماهير كتير يعني. قال إنه أفضل محل سجق بالبلد يعني، فهلأ جايين نجربه. هلا انا سمعان فيه قبل قديم يعني قبل الازمه، بس هلا بنرجع بنجدد الخبره. هلا بالنسبه لاسعاره كمان اسعاره مدروسه يعني، هاي ناحيه ثانيه كمان اسعاره مدروسه بالنسبه لغيره، اسعاره مدروسه كثير. انا هذا الشيء بيعجبني يعني، فيه بضل محافظ على سعره قدر المستطاع يعني.